أما دلوقتي مشاهدينا فهنتعرف على أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، بالإضافة كمان لأهم الماتشات اللي هتتلعب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيستأنف قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية اجتماع الأربعاء الأسبوعي، وده أول اجتماع بيعقده قداسته في العام الجاري 2023، ويقام الاجتماع في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية. النهاردة هيتم البدء في صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر فبراير الجاري، وهي الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة هتتوجه بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لليبيا من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق استعداداً لمواجهة المريخ السوداني المقرر ليها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. هيلتقي كلوب بروج البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي الساعة 10 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي بروسيا دورتموند الألماني مع تشيلسي الإنجليزي.